مزول في الله اخويا يوبا، السلام عليكم مزول. اليوم نحكي ولا نعيمة؟ هاي حد في الموسيقى نلقى نروحوا للنعيمة الغليمية ولا محنة الغليمية ولا ومدينة سطات المغربية أفهموا جماعة تبعونا تروحوا شين على مدينة سطات نروحوا الرافع لهنا كما يقولوا ليس نطفي الضوء ونجيو هنا شوفوا جماعة رافع واحد الوقت دار فيديو وش كتبت نعيمة في لاباج تاعها شوفوا يعني من حقها هي كما تدخل فيه احنا رافع تتم في خاوتنا بلغاريا ولا ما نعرفش يجب التاريخ تاع الناس احنا ثاني عندنا الحق نسالو نسال ماشي نتهم ولا حاجه رانا كل ولاد ما نقولوا احنا بشر ولا غير بصح دخلت في جماعه تاع القصور وكل شيء انا دوكا حب نفهم عندي دو كيسيون في القضيه هذه حي تفضل تفضل هذا رابع هذا شيء غالي مي صحي هاي لاباج تاعها واش قالت قتلك واش قالت طالما غيرنا يفتخرون بنسبهم في الأولى بنا نفتخر بنسبنا الشريف نسبنا الشريف إن أصول أصولي تنحدر من فاطمة الزهراء عليها أصولها تنحدر من فاطمة الزهراء روح بك السلام وهي ما تقول لها عليها السلام رضي الله عنها ما عمش هذيك أمرك تغالك هل ما قلت غطاو بأهل البيت ما قلت كبار أكبر روح كمل إيه وصل هذا بنت الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب والوالي صالح سيدي الغنيمي طاهر بن والي صالح سيدي الغنيمي هذا الوالي صالح سيدي الغنيمي عيطوا له مالك هي تقول أصلها من سيدي الغنيمي هذا أهل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نروح نشوف سيدي الغنيمي هذا هذا هو المشكل تاع سيدي الغنيمي بن عبد السلام بن فلاح بن أحمد بن حسن بن رحو دافين مدينة سطات ومن أشهر سمعتوا مدينة سطات هذه تمنا سما هذه بنت من اهل البيت والغنيمي هذا سما كان امام في هذا كان امام في ما في سطات سطات هذه جات في المغرب هذه سطات هذا واش تقول لنا الغنيمي تشوفين هنا كان كبره لكم كبروه كبروه شوفوا هنا نجد الغنيمي شوفوا فيها هذا هو الغنيمي هذا في سطات سطات في المغرب هكا نجبدو هنا نحيو هاذي بين مدينة تاع سطات نروح نشوفوها وين هي روح تفضل خويا إطلاق مولاي إسماعيل عملية بناء القصبة الإسماعيل هذه البلاد هذه كان حاكمها مولاي إسماعيل القصة تاع مولاي إسماعيل ماذا بيه خويا زبير راك درت فيديو شابة تملي ما حطيتهاش في ال تاع هذا قول له اسماعيل مولاي اسماعيل اللي كان في المغرب مزوج بربع نساء وقالت عنده 1000 طفل هذا هو اللي كان حاكم البلاد هذه وهو ثاني علاوي والقصة تاعو كيف منين وذاك بشوية تاع الاخر ماذا بيك خويا الزبير اللي راك تسمع فيا شوف لي لا فيديو اللي درتها انت حطيتها خطره بس كان ثاني ما هبطهاش بناء القصبة الإسماعيلية جلب النظام والأمن على حد سواء للمسافرين والسكان وتعزيز المستوطنات وعلاوة على ذلك تعين أول قائد من هذه المنطقة والتي كانت تعتمد على القيادة من دكال ورحامنة جعل من مدينة سطات رسميا عاصمة لهذه المنطقة أصبحت مدينة سطات مركزا إداريا في بداية القرن الثالث عشر بسبب موقعها الاستراتيجي كممر لا مفر منه بين الجنوب والشمال وبفضل ثراء التربة ازدهرت المنطقة ومعها المدينة وخلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر أضحت مركزا هاما لتجارة المنتجات الزراعية وجذب السكان للعمل في المشاريع الخاصة تعطل هذا التطور في بداية القرن العشرين خلال فترة من الفترات الفاصلة من الاستعمار تحت الحماية الفرنسية شهدت مدينة سطات تنمية حضارية لم يسبق لها مثيل كما يدل على ذلك الطفرة السكنية التي عرفت من عام 1913 إلى عام 1925 وهذه سطات جت في منطقة شوية ماشي الشوية تاع الجزائر شوية تاع المغرب تاع الريف وجماعة كما هذا الشيخ الغليمي بالدين ثم سيطر على الشاويه اللي ليه الاحترام تاع الدين وكل شيء ثاني
هذيك ثاني كيما هو راح تلعبها الشاويه تاعنا حنا، الوغ هي جدها منا وصول تاعها من المغرب. شي اللي داروا السيده، روح نحكي اسمع اسمع. ومن اثارها القصبه الاسماعيليه وضريح سيد الغليمي، ورمز المدينه هو الحصان. يقولها الدريحه، ويحبوا بزاف الحصان لهنا. لاك تقول فرسان حنايا هكا، ما تهدرش هضرت بلي حنا نستات وكتبت منشور، بصح جامي قالت بلي اصولي مغربي. من اهل البيت مجمعه تاع الغليمي هذا، لو كان في المدينه تاع هذا تاع، وهما الزوج جايين من كتكوت ماشي من تاع الشاويه، جايين من بلاصه اخرى. هذا كي جا نقول احنا كان حاكم وزير ولا حاكم الجهه هذه تاع الشاويه تاع المغرب في المروك. السما جاب الامام هذا. كما تمثل المركز الرئيسي لمجموع منطقة الشاوية، أطلق المولى إسماعيل عملية بناء القصبة الإسماعيلية بهدف جلب النظام والأمن للسكان وخدر المسافرين. شتو تاع المسافرين؟ قلتكم باش تاع المسافرين بزاف. تعتبر معبر رئيسي، وعلاوة على ذلك تم تعيين أول قائد من هذه المنطقة، والتي كانت تعتمد على القيادة من دكان ورحامة، وكانت ستات عاصمة لهذه المنطقة. ومع مرور السنوات باتت المدينة تتطور، وفي أوائل التسعينيات أصبحت مجهزة بجامعة وملعب غولف دولي، فضلا عن حلبة لسباق الخيل. سباق الخيل هذا سماه موسم الغنيمي، سيدنا الغنيمي عيطوا سيدنا الغنيمي، والله بون عليه حبوا تاع بابانا القايد وبابانا. هذا الغنيمي ثاني كان يقول له بابانا، فهمت الكلمه هذه تاع بابانا جات منا. ليسونسيال نكملوا القصه هذه. ومن الناحيه الاقتصاديه تحصد للمدينه منطقه صناعيه. شت هو المجد هذا لنا سيدي الغنيمي، هذا هو المجد اللي كان فيه الغنيمي، هذا يعيطوا له سيدنا الغنيمي، وما يعرفوا غير سيدنا وبونا. بعدنا شتو جماعه ما عرفتوا كان القصه كيفاه. الغنيمي هذه كي كتبت لي المنشور تاعها قالت لهم غير انا مسطات، اصل تاعنا مسطات، بصح ما حبتش دير المغربيه، ما محتا رافع كي قراها ما مركش باللي هذه سطات جات في المغرب، اصولها مغربيه. هذا السؤال الاول، اصولها مغربيه ما فيهاش عيب، سما شمال افريقيا كل سما عربيه من اهل البيت، جدهم توطن هنا في البلاد هذه. وهذا هذا اللي بنا هذا الجزارنا هذه تاع باش يحمي السكان ويحمي المسافرين، هذا دار ربع نساء، فهمت؟ وقال لك عنده 1000 طفل وعنده 500 نجاريه، هذا تشوف فيه 500 نجاريه. وهذا جاي من البلاصه الاولى، الغليمي هذا جاي من البلاصه اللي جاي منها اسماعيل هذاك. ثم نزيدو نحوسو عليه، سمع القصه تاع يقول لك حنا وصلنا النساء تاعنا سمو حنا ما شاويه طايفة الدرت، ثم تعرفش بلي شاوية ما في بالك. لا ما نعرف، لا نقول احنا داها امها جدتها جدها كانت جارية، فهمت؟ عنده 500 جارية حشاك كل يفعل فيهم. هذا يقول له اسماعيل هذا العلاوي هذا ايه، وبعد يولدوا الاولاد قالك عنده 1000 طفل 900 واش او شباب زبيرة يقول كان يقول يقول كان يقول ما كانش عنده 500 نجارية مجرم تاع الصح. وكروا على لا دركا الحاجة الأولى، لا دوزيام كيستيون الأولى، تقول نعرف بوتفليقة كون تليفوني معاه الزوز تاع الصباح نهضر مع بوتفليقة. بوتفليقة أصلو لاعبينها وشغل ولاد بلاد، حنا ولاد المروك سمحنا بلادنا المغرب. هذه الأولى عرفت دركا علاه عندها علاقة مليحة مع بوتفليقة، بس بوتفليقة يعرف بلي راهي بنت بلاد وحتى هي جايه من المغرب كيما هو جاي من المغرب، فهمتوا العلاقه تاع بوتفليقه؟ هذه انا شك، ماشي عندي بيان بلي هي عندها علاقه في بوتفليقه. الزوج تاع اللي يهضر معاها ويحكي معاها سما كلات له قلبه بلي انا اصلي حتى انا مغربيه كيما انت، شدودي جاي من المغرب ومسطاط وسطاط هذه وهكذا وهكذا وحكي وحكي وراح. هذا جرنان مغربي راه نروح لهنا خالتي شوف لهنا. راه شوف شراكم نحط لكم ليا شو باش تعاونوا باش كنا عربيه ناقص شويه خاوتي، تعلمت مع الولين سبحان الله يطول له عمره وربي يحفظه. نحط لكم ليا تاع هذا لاباج
باش تقراوها معايا، ولا تروح الديسكريبسيون تاعي تلقاوها. الاولى هذوك عرفنا على عندها علاقه مع بوتفليقه مليح ولا ربحت البلاصه تاعها. ثانيا الضربه هذه تاع المغرب راهي برلمانيه، جون بوز لا كيسيون، سالوا علاه جامي هضرت على المغرب، علاه نهار صارت المشاكل مع تاع الصحراء هذه نائمه جامي جبدت القضيه تاع المغرب، ازمه هذه اللي عندها، باسكو علاه هي كي تخدم ضد الامازيغيه. انا رايي انا التحليل تاعي على جهه الملك هذا، بس كان بالهم الامازيغيه نجحت في الجزائر، شكون خاسر الاول سي بيان هو محمد السادس، بس كان الامازيغيه شكون خاسر في القضيه تاع الامازيغيه هو محمد السادس، علاه على عوام على لونتيرن 10 سنين 20 سنه ولا واحد ويخدم على ولده. هذو القبائل الشاويه الامازيغ تاع المغرب قادر غدوه ينوضوا كما تاع الجزائر وتصبح ارض امازيغيه، والامازيغه تصبح لغه وطنيه متساويه مع الشيء اللي صار في الجزائر قادر غدوه يصرى في المغرب. لهذا راهم يكسروا، كانوا يكسروا في الامازيغيه، وكان يمدير رافير تاع زيرو امازيغ في مصلحه المغرب. اسمع احنا ماشي المغرب كشعب، نهضر على محمد السادس. حتى محمد السادس يخم على ولد غدوه فيها قادر البلاصه تاعو تطيح. فهمتوا القصه كيفاه؟ شتو هذه تاع بويا بابانا قايد صالح، قايد صالح بالي منه كلحوه الله غالب. هذه انا وجيت في القايد صالح ماشي حتى يقتلوني، انا قتل روحي والله نموت موت ربي والله. لكن قال الناس دايرين بيا واحد سكريتير كيما بو نويره تاع اسم سيلت، واش يقول لك لهنا؟ يقول لك بويا الغليمي او سيدي الغليمي او سيدي الغنيمي، نون قال لك قادر يعيط روح تاع يعيط حتى الغنيمي بالنون عوض اللام، كلها أسماء لذلك الوالي الصالح. الوالي الصالح دفين مدينة ستاد الذي يوجد ريحة شارع الحسن الثاني ريحة بشارع الحسن الثاني وسط عاصمة الشاوية قرب القصبة الإسماعيلية. هادو خاوتي هاو نعدو قراو، هاني حبس حبس قران مشي بالعقيلة قراو واش كاين.